الجلوس في الميدان الاقتصادي، لكن في نفس الوقت على سياقات صعيبه اليوم على الحرب والارهاب، وحرب الارهاب اليوم تطرح اشكاليات عديده هي اولويه هامه تتطلب منا مجهود كبير، ولكن في نفس الوقت يمكن انا صعب علينا العمليه، خاصه اذا حابين نجيبوا مستثمرين وطنيين او خارج. وفي هذا السياق يعني كان اللقاح بان حرب الارهاب ما لازمش تكون داعي للدواعي لعدم الاستثمار، بالعكس حافز ومالك استثمار خاصة السوق الخارج في المجال الاقتصادي، لأنه إحدى الروافد الأساسية لحرب الإرهاب هو الروافد الاقتصادي والاجتماعي. بطبيعة الحال فما هنالك أيضا إشكاليات مهمة تتعلق بالوضع الكرسينا من الخارج، هنالك عدم رضا نجم نقولوا في الاستقرار، كان فما تحسن صحيح ولكن في نفس الوقت التحسن هذا ما وصلش للمستوى المرضي، وهذا يعني يشير الى انه لازمنا نعمل مجهودات اكثر واكثر من مجهود، لازم عمليه اصلاح حقيقيه تصير في التعامل مع كرسينا من الخارج. كرسينا من الخارج اللي جو تونس يعني مش هما مصدر نتاع ابتزاز ولا مصدر نتاع حقره ولا مصدر نتاع احتقار، لا مصدر نتاع اعتزاز وفرحه، ويلزم نتعامل معاهم كمواطنين مش اكثر من الناس مش اقل من الناس، يعني لازم نحسوهم بانه بالفعل نتعامل معاهم كان في المساواه وكان في الاحترام. وفي هذا من هذا المنطلق طبعا لازمنا نخدموا في هذا الاتجاه، رانا لازمنا حاشدنا ياسر توصيل الخارج اللي اهميتهم كبيره جيوغرافيا واقتصاديا، نتذكر فقط اللي هم يمثلوا 5% من المواسم، واكثر من هذا يقدموا في كل عام 4 مليار دينار مطلوب منا انه نخلقوا كل الاطر والسياسات لتحفيز الاستثمار والاهتمام بتونس. مثلا الهدف هو مضاعفه مثلا كل المداخيل اللي دخلوها، يعني لكن نقارنوها ببلدان اخرى بالنسبه نتاع مداخيل تونس خارج تونس 4.5% من داخل الناتج الداخلي الخام، وفي الواقع كي نشوفوا المغرب هو تقريبا الضعف. فهذا يعني وانه لابد ان نطوروا سياسات، ان نطوروا هياكل تختص بتعبئة التونسيين بالخارج اقتصاديا وسياسيا ايضا، حتى انهم يساهموا كما يحبوا هم كما يقولون، وانا متاكد ان هذا صحيح، يساهموا في المجهود التنموي والجمهوري والمجهود السياسي في تونس.